طيب على صعيد الأسري وعلى صعيد الشخصي، كيف يتعامل الطالب المغترب مع عدم غياب العائلة؟ أنا أعلم أنه أنت متزوج مثلاً، فهل هذا ساعدك مثلاً بتجاوز يعني حالة الحنين والشوق للعائلة في المغرب؟ هذه نقطة مهمة. فالطالب الذي يدرس بالغرب وهو يعني بدون عائلة أو أسرة، وضعه مختلف تماماً من الطالب الذي يعيش في أسرته بالغرب. حضور الأسرة بجانب الطالب في المحيط الغربي جد مهم، يمنح للطالب الاستقرار، التركيز، التوازن، عدة العديد من النقاط الإيجابية التي تعتبر في صالح البحث العلمي للطالب. كيف تتعامل تامر وأنت يعني بعيد عن أهلك في مصر؟ كيف تتعامل مع غياب الأهل والشعور بالحنين للوطن؟ والله هو أنا لي مجموعة من الأصدقاء العرب هنا زي أهلي يعني، لكن على اتصال دائم بالأسرة، وإذا بيتسنى الوقت إن بزورهم يعني، أو بيبقى في اتصالات يعني مستمرة معهم يعني، وباخد بشورهم يعني في قرارات كتير خاصة بدراستي هنا، خاصة إن يعني والدي برضو أستاذ أكاديمي في الجامعة وبستشيره في حاجات كتير. لكن يظل أنه الواحد بحن للأهل. طبعا دي بالفطرة يعني، إن إحنا نشأنا في مجتمعاتنا والواحد دايما بيقول إليها في الآخر يعني. هي حتة برضو يعني كنا بنتكلم من قبل يعني أنا ومحمد، إنه في الشعور بالهوية. هل تشعر أنه في مخاوف على الهوية العربية والإسلامية عندما تكون موجود في ضمن المجتمع البريطاني؟ أظن أن الهوية العربية والإسلامية يعني هي هوية كالهويات الأخرى، لها يعني توازنها وقوتها، فلا يحتاج الطالب العربي للدفاع عن الهوية العربية، وإنما الطالب يحتاج الدفاع عن هويته الشخصية. هذه وكيف يعرض هذه النقطة الهوية العربية وكيف يمكن للطالب يعني أن يتعامل مع الوضع الذي يعيشه بالغرب. ولكن يعني تقييمكم أنتم يعني كطلاب عرب للثقافة العربية وخاصة الحضور العربي والجاليات العربية الموجودة في بريطانيا، هل كما يقول أنه بعض المحللين السياسيين أنه العرب هم على هامش المجتمع البريطاني وليس لهم وجود قوي مثل الجاليات الأخرى؟ هو طبعا احنا يعني نطلب مزيد من تفاعل الجالية العربية مع المجتمع البريطاني. يعني من فترة ما كان في معرض في المتحف البريطاني عن الحج، وكان معرض له رواج، وانا سمعت عنه بخلاف الدعاية اللي كانت في كل مكان، سمعت عنه من الأجانب، او يعني مش الأجانب اللي هم أهل البلد يعني، يعني قالوا لي ده معرض حلو وروح اتفرج عليه، وإحنا استفدنا منه. صراحة دي كانت خطوة إيجابية، ونطالب بالمزيد إنه يبقى في تفاعلات عربية في بريطانيا تسمح للمواطن البريطاني بالتعرف على الثقافة العربية. طب ما هو دور الطالب العربي يعني، أنت كيف ترى أنه تقييمك من خلال خبرتك في الغرب دور الطالب العربي بموضوع الاندماج والحوار مع الثقافة البريطانية؟ أظن أن هناك عامل جد مهم، وهو الثقة بالنفس والانفتاح وتقبل التعامل مع الأخطاء في المستقبل. هناك نقط عديدة التي يجب على الطالب العربي أن يفهمها يعني في حين تواجده يعني بالمحيط الغربي. ما هي هذه النقاط برأيك تامر التي ممكن أن تساعد الطلاب العرب أن يعكسوا صورة جيدة عن الثقافة العربية في بريطانيا؟ والله هو لازم الإنسان العربي عموما أنه يفكر في الاندماج، يعني في الاندماج في المجتمع دون الانصهار. إزاي نبحث قيم مشتركة مع الآخر؟ في قيم مشتركة كتير إنسانية واجتماعية، ممكن أن احنا
نتفاعل بها معهم بدون التخطي اللي هي القيم او البرنسبلز اللي احنا الثقافيه الخاصه بنا او الهويه الخاصه بنا او الدينيه الخاصه بنا. من يحدد الخط الفاصل بين الاندماج والانصهار؟ كيف يعرف الطالب العربي انه هو فعلا يندمج ضمن الثقافه البريطانيه او ينصهر ضمن الثقافه؟ يعني بالنسبه لي هناك يعني فكره بسيطه او جد نسبيه، فلما الطالب ياخذ ما هو جيد يعني في المحيط الغربي هو شيء يعني نسبي ومختلف من شخص لآخر، فلما الطالب يأخذ الأشياء الجيدة فقط الذي يحتاج إليها لتطوير الذات فهذا أعتبره بالتجربة الجيدة. لكن لما الطالب يعني في بعض الأحيان هناك يعني بعض يعني الحالات هناك أشخاص يعني يعني توجهون يعني توجها مختلفا. طب كيف تقيم تجربتك تامر كطالب عربي ضمن الثقافة البريطانية؟ هل أنت راضي عنها؟ هل أنت تشعر أنه أنت فعلا اندمجت مع هذا المجتمع وعندك حصيلة تجربة يمكن أن يستفيد منها الطلاب العرب الموجودين في بريطانيا أو حتى في الشرق الأوسط؟ والله الحمد لله راضي الحمد لله، وعايز أقول أن التجربة دي يعني تزايدت، يعني ما كانتش في أول سنة زي تاني سنة، هي بتتزايد من سنة لأخرى يعني، بس هو في الآخر الواحد بيبقى عنده ثوابت ما بيغيرهاش والناس بتعرفها عنه وبيحترموا ذلك يعني. يعني هم بيحترموا ان احنا مثلا لنا مثلا هوية ثقافية او دينية يعني تسمح لنا بأشياء معينة، وبيحترموا ده وبيسألونا حتى فيه وبيبقوا يعني زي ما بيقولوا في الانجليش انترست يعني، يعني في اهتمامات، في اهتمام ان هم يعرفوا قيم غير احكام مسبقة نقلت خطأ عبر أشخاص أو عبر مثلا إعلام أو قصص يعني حوادث ما كانتش لها علاقة بقيمنا فعلا. طيب يعني الثقافة البريطانية لها سحر يعني يمكن أن يجعل البعض الطلاب العرب أن القادمون إلى بريطانيا أن لا يعودوا إلى الشرق الأوسط، فهل كمان يعني يمكن نقول أنه عدم استقرار الوضع السياسي في بعض المناطق الشرق الأوسط يمكن يجعل كثير من الطلاب العرب لا يعود إلى يعني الوطن الأم؟ لا أسمي يعني هذا يعني هذا المصطلح بالسحر، وإنما يعني الكلمة وهو واقع يعني مختلف. فبالفعل فالدول الغربية يعني تتمتع بمحيط ذو يعني في هناك في حقوق أكثر، في 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 فرص، في فرص مختلفة، في أشياء كثيرة جدا ربما التي هي غير موجودة يعني بالدول العربية. طب ما هو الحل تامر برأيك بالنسبة للكثير من الطلاب العرب الذين لم يستطيعوا أن يعودوا إلى الشرق الأوسط؟ يعني هل يجب أن يكون هناك دراسات تطويرية لطرق التعليم والمؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط التي تجعل الطالب العربي بعد أنه يكمل دراسته أنه يعود إلى الشرق الأوسط ويساعد في التطوير العلمي والأكاديمي؟ والله لو في دورات تحضيرية ده برضو يعني ملزم صراحة ويبقى شيء يعني جيد لإعداد الطالب العربي قبل سفره. عايز أقول كمان أن الطالب العربي ممكن يكون موصول مع مجتمعه حتى لو هو ما زال بيعمل بالغرب، أنه يعني كيفية بقى الجامعات العربية كيف تبني يعني جسور للتواصل مع الباحثين العرب، في انه يبقى في يعني ابحاث مشتركه، يبقى في زي تمويل لابحاث، يبقى في يعني استقبال مؤتمرات او نشاطات ورش عمل او كده، واحنا نستطيع ان احنا من خلال علاقاتنا هنا والنتوركينج اللي احنا بنعمله مع زملائنا من بلدان اخرى ان احنا نستضيفهم في بلادنا ويبتدي يحصل عمليه يعني التعاشر. الطالب العربي يمكن ان يتحول من طالب علم الى سفير للوطن وايضا همزه وصل بين الوطن الام وبين الغرب. يعني هل ترى نفسك محمد انت كسفير للمغرب في بريطانيا، وكيف يعني كيف ما هي المظاهر ان تكون ممثل لبلدك في الغرب؟ هناك يعني بعض النقاط، هناك العديد من الزملاء هنا يعني العرب الذين يعني
يعني اذا كان هناك يعني سينرجي ما بين هؤلاء الاشخاص فبالامكان يعني خلق فرص عديده. ولكن في هناك يعني فكره خاصه حول نقطتين مهمتين قبل يعني قبل يعني ان يكون هؤلاء الاشخاص جد فعالين يعني في خلق التعاون المتبادل ما بين الغرب والدول العربية إلى آخره. هاتين النقطتين، النقطة الأولى حول النضج، يعني أظن يعني من الممكن أن يعني أن الطلبة العرب يعني يمكنهم أن يبقوا يعني لمدة أكثر هنا بالغرب حتى أن يصلوا إلى نضج أكثر في خاصة من ناحية البحث العلمي. ويؤثر أكثر في الدول العربية. طب مرحلة النضج يعني كيف يستطيع الطالب العربي الذي جاء من الشرق الأوسط أو حتى يعني دول العالم الثالث يستطيع أن يصل إلى مرحلة النضج العلمي والنضج النفسي والنضج الشخصي ويكون مؤثر فعال وإيجابي في مجتمعه؟ هي عملية تراكمية وبنائية يعني هو ما يبقاش منعزل عن المجتمع. يعني هو لما مثلا لو بنتكلم عن الأبحاث هو لازم يشارك الآخرين آرائهم وعمله طبعا بمحاذير يعني عشان يعني العمل يفضل ملكيته الفكرية ليه، بس هو لازم يعرض شغله ولازم الناس يعني يقبل الانتقاد والكلام دوت، وبعدين يعني يعمل على انه يصير ضمن اطار عمل او اطار يعني مجموعه بحثيه، وبعدين يبتدي يكبر معاه انه يساهم ايضا الى هذا المجتمع. يعني كيف تساهم محمد انت في هذا المجتمع؟ نقطه جد مهمه مثلا الترجمه، يعني انشطات ترجمه في ميادين مختصه وتعم يعني جميع الميادين يعني التي تحتاج اليها المجتمعات العربيه. فلما الطالب يعني ينال يعني مستوى من حجم الدكتوراه في مجال معين، فهذا الطالب يعني تصبح له فكره حول يعني الواقع العالمي في هذا المجال، ويمكنه يعني من خلال الانشطه الترجمه أن يعني أن يترجم يعني يساهم بالمجتمع بالفعل. نعم طبعا بختام الحلقة ليس سوى أن نشكر ضيوفنا سيد تامر الخولي طالب دكتوراه في جامعة لندن وأيضا محمد البقالي على مساهمتهم في هذه الحلقة. إن عاد بشهادة فقط أو عاد بثقافة جديدة، ففي كلا الحالتين التجربة تبقى شخصية ومختلفة. فبين طالب العلم المغترب والثقافة الجديدة سلسلة شوق وحنين لثقافة وطنه الأم تكبر في داخله مع الأيام والشهور والسنوات. فثقافة الوطن تسكننا حتى ولو لم نسكن. للتواصل معنا راسلونا بأرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك برنامج من لندن from London/AMB TV، ولرعاية هذا البرنامج والإعلان به اتصلوا بنا على 00447758793 أو اكتبوا لنا على الإيميل التالي من لندن @AMB-TV.com. طابت ليلتكم وإلى اللقاء.